متابعي موقع طنجاوي الأوفية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ميكرو طنجاوي. والسؤال ديال الحلقة ديالنا ديال اليوم، شنو هي أحسن كلمة سمعتيها في حياتك؟ خليكم معانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عمودي لي عن سقسك على أحسن كلمة سمعتيها في حياتك. أحسن كلمة سمعتها في حياتي هي رضا الوالدين، رضا الوالدة والوالد. اللي احسن كلمه اللي غتنفعني في الدنيا وفي الاخره. كيفاش الطريقه اللي كتسمع بها؟ كيفاش الطريقه كنسمع بها بالرضا يعني ما كتمشي عند يعني كيفاش الطريقه مثلا كتمشي عند الوالده ديالك وكيفاش كتقول لك داك الله يرضى عليك؟ اولا ملي كندخل للدار، السلام عليكم، وكنبوس لهم يدهم ولا راسهم، اوكي كيرديو عليا، هذيك هي الفرحه ديالي في الدنيا. فهمت؟ ما كاينش شي حاجه احسن من مرضى الوالدين. احسن كلمه سمعتها في حياتي وهي ماشي كلمه خاوه، كاين ثلاثه كلمات سمعتهم في حياتي مزيون. قولوا لي شمن هما. الاولانيه خاوه، يرضى الوالدين. والثانيه يا ملي عيطوا لي قالوا لي الاتحاد داز بطوله. الثالثه هي ملي قالوا لي تطوان هاودو سيكوندو. والله العظيم على شي ورد ديالي. شكون اللي فرحتك اكثر؟ فرحتني بزاف يا ملي هزينا بطوله في الوجهه التطوانيه. هذيك الفرحه اللي فرحتي؟ هذيك فرحتني بزاف وفرحت طنجه كامله، وتحيه خاصه طنجاوا كاملين. الله يعزك. شكرا، بارك الله فيك. احسن كلمه سمعتها في الحياه ديالي، احسن كلمه واش غنقول نكذب؟ والله الا باقي ما سمعتش شي احسن كلمه هي مزيونه تعجبني هكذا. يمك فيصل الخاو ديالي. اي والله الخاو نكذب عليك، انا كنفتش على الخدمه ما جبرتهاش الخاو. مستقبل مجهول، شنو يفرحك الخاو ديالي في هذا المغرب؟ والله ما عندوش كيفرحك من غير يمك الخاو. ويمك ملي كتجيب راه كاعيه كتزيد دخل اللي قال وقتها هي الخاو. يعني تينا الهدف ديالك انك الوالد، بالعكس تينا كتفتش تفرح الوالد. كتفتش تفرح الوالده وما عندكش باش تفرحها الخاو. كاين شي باش تفرح الوالده، الوالده معروفه باش تفرح. تسكون خدام تينا خصك تكون مرتاح مع راسك يا باش كتفرح الوالد، وانا ما خدام ما مرتاح مع راسي الخاو. ولكن الحمد لله الوالده دائما كترضي عليك. دائما كترضي علي، وهذاك هو هذاك هي الحاجه اللي كتفرحنا. حنا رجعنا للسؤال، واد رضا الوالدين هو اللي كيفرحنا الخاو ديالي. شي حاجه اخرى ما كتفرحناش يا مرضي اخي. اي والله. السلام عليكم. وعليكم السلام. خاو ديالي عن سقسك، شنو هي احسن كلمه سمعتيها في حياتك؟ احسن كلمه سمعتها في حياتي نهار عيط لي الخاو قال لي مبروك راه نجحتي في الباكالوريا. والله هذيك فرحت اخي. والله العادي شحال وتينا فرحان؟ شي سيمانه هايدا، ماشي بزاف، حتى شي صبر تما ما عملنا بها والو، كاع راه باقينا هايداك دلالي ميخالي. يعني غير فرحتي بها وفرحتي الوالدين؟ اي فرحنا بها وفرحنا الوالدين، صافي سيمانه كسرى كتنسى الباكالوريا. يعني احسن كلمه سمعتيها فرحتي بها غير سيمانه؟ اي باكالوريا صافي، حيت كاس ملي كتولد كاسك ديك باكالوريا. احسن كلمه اللي كنسمعها في حياتي هي الله يرضى عليك. ملي كنكون خارج من الدار هذيك هي احسن جمله اللي تقدر تسمع. من غير الله يرضى عليك حتى حاجه ما هي هذيك. اي والله من غير الله يرضى عليك يعني هي الرباح ويا راسنا. هي الرباح ويا راسنا. وحتى هنايا كنكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم. خليونا تنتوما في التعاليق احسن كلمه سمعتوها في حياتكم. كان معكم ايوب جباري ومور كاميرا غزلت صوفيا العشاب. تلاقوا فيديو جديد وموضوع جديد. سلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.